بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة حكاية الهندية، تردد لقناة حكاية الهندية، وهي قناة عربية متخصصة في عرض الأفلام الهندية وسلسلة الدراما الهندية المدبلجة على القمر الصناعي نايل سات، وأن القناة مجانية وبدون تشفير. وظهرت هذه القناة على نطاق واسع في العالم العربي خلال السنوات الماضية، وتم إطلاق العديد من القنوات من هذا النوع من على أقمار صناعية مختلفة. وتتميز قناة حكاية الهندية من خلال عرضها لأفلام هندية مميزة وجديدة مترجمة إلى اللغة العربية، وهي قناة متخصصة في عرض كل ما يتعلق بالفن الهندي بما في ذلك الأفلام والمسلسلات. وقد جذبت الجمهور العربي بشكل كبير، وعلى الرغم من أن العديد من القنوات تعرض نفس المحتوى تقريبا، إلا أنها تميزت من خلال عرض مسلسل حصري مدبلج إلى اللغة العربية. وفي السنوات الخمس الماضية دخلت الدراما الهندية العالم العربي من خلال تقديم دراما مدبلجة إلى اللغة العربية، وقد سببت في مشاهدة والتي تسبب في مشاهدة محبي الفن الهندي، وأصبحت تحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي. وبعد ذلك هي قدمت الكثير من القنوات التي تعرض الدراما الهندية المدبلجة، من بينها القنوات الفضائية الهندية حكاية، وهو ما ينافس بقوة في عرض المحتوى بشكل جيد، وقوة إرسال البث عبر الأقمار الصناعية لعرض محتواه بطريقة مجانية متاحة للجميع، ولا تتوقف عن عرض مسلسل جديد من الدراما الهندية باستمرار دون انقضاء أو انقضاء. وبجانب الدراما الهندية مميزة، كما يعرض أفلام هندية مترجمة للغة العربية. وقد عرضت سلسلة التاريخ يحكي تاريخ ملك الملوك، مسلسل يحكي تاريخ ملك ملوك الهند القدماء، ومسلسل جودة أكبر. إذن تردد قناة حكاية الهندية القمر الصناعي نايل سات، التردد 11179، الاستقطاب أفقي، الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الجودة SD. إذن القمر الصناعي نايل سات، التردد 11179، الترميز 27500، معامل التصحيح 5/6، الاستقطاب أفقي، الجودة SD. إلى هنا نسأل الله أن نكون قد موفقين في عرض ونقل إليكم التردد، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.